دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة السيد محمد الجرحي ضمن إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعها الأخير على استعراض الخطوات التي تم إنجازها على مدار الأسابيع الماضية في إطار التجهيز للبطولتين. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير عمل اللجان الداخلية التي تم تشكيلها في وقت سابق، وقدمت كل لجنة تقريرا عما تم إنجازه وفقا للجدول الزمني الخاص بالمهام المكلفة بها، إلى جانب تقديم تصور عن خطة عمل الفترة القادمة. وأكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي أن لجان البطولة تبذل جهودا كبيرا من أجل الوصول إلى أفضل ما يمكن من أمور تنظيمية لضمان خروج البطولة بصورة تليق بمكانة النادي وتاريخه المشرف في تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية. قرر محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من الإسكندرية بعد خوض مباراتي 6 أكتوبر والاتحاد السكندري ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري. وقرر مصلحي أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من غدا الاثنين استعدادا للجولة المقبلة من النهائيات والتي يخوض خلالها الفريق مباريات مهمة أمام الزمالك وسموحة وطلاع الجيش على الترتيب. وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته الماضية على حساب أندية الطيران وسبورتينج والسادس من أكتوبر والاتحاد السكندري. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي وضع برنامج تدريبي خاص لسداسي المنتخب الوطني بعد العودة من الجابون عقب خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الجهاز أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية خاصة للاستشفاء في ظل طول رحلة الطيران من الجابون إلى القاهرة، وذلك تجنبا للإرهاق ولتجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري في الفترة القادمة. وكان المنتخب قد استعان في البطولة بسداسي الأهلي محمد إبراهيم وإسلام حسن وإبراهيم المصري ومنضوح طه وعمر الوكيل بكار ومحمد عصام الطيار. واصل فريق الأهلي للسباحة مواليد 2007 أولاد وبنات نجاحه ونتائج طيبة في الفترة الثانية من اليوم الأول لبطولة منطقة القاهرة الشتوية. ففي سباق 400 متر حرة أولاد حصل الأهلي على المركزين الأول والثالث، كما حصل على المركز الثاني لسباق 100 متر صدر والمركزين الثاني والثالث لسباق 100 متر ظهر. أما سباقات الآنثات فقد فاز الأهلي بالمركز الثالث لسباق 50 متر حرة، كما حقق الأهلي المركز الثاني في التتابع 4 في 100 متر حرة مختلط أولاد وبنات. يذكر أن إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قد حضر السباقات لمؤازرة سباحين وسباحات النادي الأهلي، وقام شريف مغازي رئيس منطقة القاهرة للسباحة بإهداء درع المنطقة.